اي داعي باش تولوا لانه هذا المجهود زعما على قله التجزئه في غير المسمات في المدينه. وكان عندنا المؤشر المقرر مؤشر عليه وراه المجهود اللي عملناه جماعه وكلفنا واحد المجهود ديال مجموعه الافراد الداخليه والخارجيه قلنا احنا ما عندناش مؤشر مقرر مؤشر عليه. وبالتالي نظرا لانحاء مجموعه المصالح الامن الجبايات الضرائب مجموعه المصالح تلح هذه وجود التجزئه لانه تبارك الله ولاو كبار العامرين كنا في حاله استعجال ومن وصلنا لشعبان واحد وشعبان جوج قلنا نديرو حتى التجزئات ولو الصغيره اللي عندنا وكان عندنا مقرر مؤشر مصادق عليه كان سيعفينا من هذا المجهود سنعمله في واحد التجزئه اخرى. زعما حنا لا نرى سببا من اجل ما سموش هذا الاسم ما سموش هذا الاسم زعما شي واحد كنظن الارشيف في الجماعه لا يتوفر على مقرر مؤشر عليه. شكرا.